السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو الطنجاوي. موضوع ديالنا اليوم هي على زياده البوطه. يعني في امان الله البوطه ضروري من البوطه ضروري من الثياب. فهمتيني ولا؟ مش حال ما عملت المواطنين غادي يديوها، الناس عندها واخا يزيدوا 100 درهم غادي يديوها، ولكن الناس الضعفاء باش غادي يديوها؟ يعني خصنا نكونوا يعني عايشين في الواقع. اي واحد يعني خصو يعيش في الواقع، اغلبيه حنا عندنا الدراوش، عندنا الدراوش، اذا البوطه يعني بحال بحال واحد باكيه تقارو مثال، القارو بنادم مبليبي باكيه ماربورو كتعمل 50 درهم ويزيدوا لها 60 درهم خانه يمشي يشريها، وكذلك البوطه، والبوطه عاوتاني الا ما كانتش البوطه الاولاد ما عندهم ما ياكلوا ما عندهم ما يشربوا. دابا الحال اللي كتشوفوا مناسب شنو هو الحل باش المناسب؟ الحال انا وليدي ما نكذبش عليك، انا بيدي ما غادي يشريهاش، غادي نعمل ريشو او لا فحم نعمل ريشو ضد الضو عاوتاني، وملي غنعملوا الريشو حنايا غادي يجي عندي الكاري غادي يعمل ريشو، ما غادي يشريش البوطه. اذا حنا غادي نغلبوا على الضو على امان ديس. ايوا الله يرضى عليك، خصنا نعيشوا في الواقع الله يجازيك بخير. يعني كتشوف هذا الثمن هذا مبالغ؟ لا هذا الثمن هذا ماشي هو هذاك، الله يجازيكم بخير والله يطول ربي في العمر سيدنا. شنو الراي ديالك في هذه الزياده البوطه؟ هذه ما فيهاش الراي اخي طنجاوي، هذه يعني حاجه كارثيه. ما كانتش بوطه انا ما نكذبش عليك والله الا شريت واحد كاير دفحم، ولكن دابا ما يشري كل شيء فحم فحم يغلى تاهم. لا والو عاون جبروا الحال العطاب العواد حنا معاهم. ايوا اش غنقول لك، اللهم هذا منكر الغالب الله، الدرويش كيكليكيو عليه. يعني دابا نسينا شحال كتمشي لكم بوطه في الشهر؟ شحال كتقدروا؟ ثلاثة بوطات. يعني ثلاثة بوطات؟ ثلاثة وكتجيبها بزاف الصيفية بزاف، ضروري عاد تزاد واحد الميزانية. راه الدرويش الله يحسن لها، ما حيسون الحاولي ما حيسون ماتيش 10 دراهم ما حيسون، راه جيتي تشوف انفجار وصافي، لا حول ولا قوة الا بالله. وانتم اللي كتشروا بوطة وكتعاودوا فيها بيع، شحال كتشريوها وشحال كتبيعها اخي ابراهيم؟ الصراحه كنشريوها 49 درهم اخي ابراهيم، وكنبيعوها ب 52 درهم، هما عملوا لنا ان نبيعوها ب 50 درهم، ولكن درهم اخي ابراهيم دايش اخا، واش التعديل ديالها؟ واش كتسمح في الكليين ديالو كتمشي تعدلها؟ واش تهزها له؟ واش بزاف الحاج، وحنا مسؤولين على داك اللي كيديو بوطه اخي ابراهيم. دابا كيدخل للدار مثلا تنفست له ولا شي حاجه كيجي عندك يقول لك اجي تنفست لي بوطه، كتمشي لعندو كتسمح في الكليان وكتسمح في كلشي، كتمشي على درهم اخي ابراهيم، درهم دايش اخي ابراهيم. دابا نسينا بيدك يعني ابراهيم مجوج وعندك واحد المسؤوليه، يعني كتشوف ديك الثمن اللي كتشري بوطه واش كيستاهل ديك الثمن هذاك؟ الصراحه اخي ابراهيم ما كيستاهلش هذاك الثمن هذاك، بزاف اخي ابراهيم 52 درهم اخي ابراهيم راه بزاف الخا. في الاول كنا كنجيبوا بوطه ب 38 درهم وكتبيعها ب 40 درهم حتى ل 41 درهم 3 درهم شويش اخي ابراهيم، ولكن دابا درهم كيقول لك في التلفازه عاملين لا ان تبيعها ب 50 درهم، ولكن 50 درهم داش اخي ابراهيم؟ هي كتبيع ب 49 درهم 750 درهم داش اخي ابراهيم؟ درهم داش هذاك الدرهم؟ يعني الله يكون في العون، الله يكون في العون للجميع اخي ابراهيم. خي الامين تبارك الله يعني. الله يبارك فيك اخي ابراهيم. خي الامين شريتي بوطه ولا باقي؟ اش غنقول لك في الدار يعني ما شرب حاليا باقي ما شراوهاش، هي باقا عمره شني اخو غاليه زعما زعما داوي. واش عرفت الثمن دابا اللي رجع بوطات جديده شحال؟ 50 درهم اخو 5000 واقيلا. 5300 5300 جات 5000 5300 5100 كتسمع. وشنو الراي ديالك في هذه الزياده اللي تزادت؟ تعداو علينا اخو، تعداو علينا تكرفسوا علينا صح. حنا يعني قلتي لنا الزياده كيفاش جات؟ الزياده راه كيتسقادا جهدهم كيبقى جهد الله، الدعوه بهم من الله، الدعوه بهم من الله، الى الدعوه بهم من الله. خي سعيد تبارك الله عليك. الله يبارك فيك خي ابراهيم، انت مزيان. خي سعيد سمعتي باللي البوطات زادت؟ سمعنا خي البوطه زادت، سمعنا الدوله عاد زادت 1000 فرانك، كنا كنعملوها ب 40 يعني هي 50 درهم، كنا ما كنمشيو بباقال 53 درهم يعني 13 درهم، ما بقاتش 10 درهم. ما عرفناش المشكل فين، واش في باقال واش في كبار واش موزع. وهاد الزياده جات ماشي بحالك سينا الحساس، وهاد الزياده هادي جات ماشي في الساعه ديال اخي ابراهيم، بنادم مزير الامور مزيره، زادوا 10 درهم دقه واحده، كل بعدا غير 5 دراهم ويعلموا بها على بكري، فهمت يا اخي ابراهيم؟ يعني هذيك 10 دراهم زياده نسينا كيفاش جاتك؟ بزاف 10 دابا هاد الزياده مؤقته، وباقي قال لك عاود العام اللي ما جا زادوا 10 دراهم اخرى 60 درهم. وكي بنادم مسكين ما كيدخلش فاهم. الا هضرنا عليك سينا واش الشهريه ديالك كافيه دابا تشري بواط؟ شحال كتخسر شحال كتخسر بواط في الشهر نزين؟ لا جد بوطات وقاصحين عليا اخي ابراهيم والله لا قاصحين. دابا كان 80 درهم رجعت قلت تقريبا 12000 فرنك.
وما كاينش اللي يهدر، ما كاينش كلشي ساكت، ما فهمناش هاد الناس واش هاد الناس راضيين على هاد الزياده هادي. الله ضد هاد الزياده هادي بزاف 1000% ضد هاد الزياده. راه الظلمه اخي ابراهيم، بوطه من 40 درهم 53 كاين لك 55، كلشي كيستغل. اللهم هذا منكر اخي ابراهيم. بارك الله عليك. غيب اخي سعد، هاد روبورتاج هذا كما كنقول منا مع الناس ديال الحومه، حسن ولد الحومه الشعبيه والدرويش كيحس بباطيسو. خاي حسن تبارك الله عليك. اهلا سيفان، بخير لاباس عليك؟ صح لاباس، كلشي مزيان الحمد لله. خاي حسن كنعرفك دائما كتعامل مع اللي عنده واللي ما عندوش وكلشي كيبلانشي. حسن بوطا غلات ونسينا باش كتخدم. اش غنقول لك؟ لا الدعوه الله، اش غنقول لك المرضي اخي؟ يا والله النهار اللي كنصرف 40 درهم كنا كنصرف مع الدراويش، دابا رجعت 5000، كتقول شي واحد زيدني شي درهم، كيقول لك اخي انا مولف كنبلاش عندك 5 دراهم، ما بغيتش نمشي نصرف. يعني ملي كتزاد بوطه خصو يتزاد معاها يعني كلشي. لا شي بركه، نمشينا خاسر، الماء الضو وكلشي، الضو كتجي غرقت فلوس اخي ابراهيم اخي. هادشي كامل الدعوه الله بهم اخي. عاد دابا نسينا اخي حسن، كتستعمل بوطه في الدار ديالك وكتستعمل بوطه في المحل ديالك. اذا ما كانش البوطه والله ما نخدم بالله، انا البوطه واخا ترجع حتى 100 درهم تخدم بها، لا ما كتخدمش بلا بوطه. دابا نقول لك حسن، اسمح لي ندخل لك الحياه الشخصيه ديالك، نقولوا حسن شحال يقدر كيخسر ضبواط في الشهر؟ يعني بين الدار وبين المحل. عندي هنا في مسبان هنا نقول 8 في السيمانه 9 بوطات، غير في الايام اللي قاضيه انا زعما الا كان مروجه عندي 3 في النهار. تبارك الله. وهاد الدار ما عندي ما نقول لك وصافي، اش نقول لك؟ خايب باشر تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي باشر. تبارك الله، العود الحومه كاملين كيعيطوا لك. كلشي والله الا الله يرحم بابك. خايب باشر، دابا نهضر معك سينا كمواطن كتشري بوطه، ونهضر معك كبقال كتبيع بوطه. بوطه تزادت، شنو هو الراي ديالك بوطه ملي تزادت؟ يعني ملي تزادت بوطه يعني حنايا خصنا نوقفوا فهمتي، نعملوا مقاطعه فهمتي. يعني مثلا دابا الشركه زادت، حنايا خصنا نوقفوا ما ننزلوش بوط فهمتي. في نفس الوقت كيرجعوا كاميون، كيرجعوا كاميون الديبو ديال الديبو صافي. ديك الساعه هما هما كيشوفوا شنو شنو كيعملوا. دابا نسينا ضد هذه الفكره يعني يزيدوا دابا شنو حكيت بوطه؟ حيت ما قالوا 5000 ولكن بوطه ما تسمعش ب 5000. هو كل واحد واش كيبيع بوطه فهمت، كاين اللي كيبيع عمل 52 كاين كيعمل 53. انتوما شحال كتشريو بوطه؟ انا كنخلصوها ب 49 درهم. يعني 49 يعني يعني مثلا دابا شو مشكل خصك تبيع 10 بوطات في النهار باش دير هذيك 10 دراهم. دابا مشكل الدباقال يعني كيضرب غير ثمره فهمت، ما عندوش شي ارباح اللي فهمت. حيت دابا حنا كنشوفوا الباقال كنقولوا الباقال يدي شي 7 دراهم 10 دراهم بوطه، فكره غلط. داك الشيء هذاك لا اصلا شو دابا مشكل حنايا كون كنا نتفاهموا مع بعضياتنا ما ننزلوش بوط مره فهمتي. يعني ديك البوط اللي عايجو في كاميون مثلا كلشي كيرجع للشركه فهمتي، ديك الساعه هما هما كيشوفوا الحال النتيجه هذا فهمتي. تبارك الله عليك. يعني المشكل فينا حنايا ماشي في عندك الحق، عندك الحق. وطلع لك الشان اخي، اي والله ها الحمراء ها الخضراء. شوفوا السائق المهني اللي مسكين عنده واحد الخرصه على قد الحال، والشباب ديالنا مكافح تماره والصباح والليل. صحيح. الى قلت لك بوطه تشريها ب 53 درهم شنو غتقول لي؟ واشني غنقول لك اخي ابراهيم، الدرويش مضرور الخاوة، مضرور بمعنى الكلمه. والله نتمناو من الدوله تعمل شي. ودابا انا اللي غنجلس قدامك وغنتهاودوا انا وياك. غنقول لك دابا حنايا الشباب اللي مقبلين على الزواج وعلى المستقبل، ما كننصحهم شي بالزواج الخاوه والله، حب التجربه والظروف اللي كنعيشوها حاليا في هذا الوقت هذا، راه انت كتشوف الوضع كيفاش عامل. يعمل واحد التوازن. الرساله ديالك اللي غتوجه للمسؤولين اللي قالوا 53 درهم وما بقاوش مسؤولين، اينما نوجهوا لهم رسائل والو ما بغاوش يفطنوا الخاوه، اينما نوجهوا لهم رسائل خصنا نعملوا شي حاجه اللي غادي يفطنوا بها صحه وسلامة. هادشي اللي كاين. السلام عليكم. تبارك الله. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يعاونك. الله يرحم بابك. الله يخليك. ان شاء الله. الله يرحم بابك. وهنايا غادي نساليو هاد الحلقه ديالنا والله يعمل اللي فيها الخير، وانتم شنو الراي ديالكم من اللي بوطه رجعت 53 درهم. السلام عليكم. حنا قلنا سالينا ولكن دابا غنبدا الموضوع مع الاصدقاء ديالي. خاو ديالي تبارك الله عليك. باش ما نتثقلش عليك بزاف، ملي عاد تشري بوطه 53 درهم شنو هو الراي ديالك؟ الراي ديالنا صافي مشى دابا، ما بقى حتى جهد. خور خدام دابا بحال 100 درهم خصو يخلص منها الكرا الماء الضو وشري بوطه ب 53 درهم فيه ماشي عايش معذب، كيقلب اخر خدام دابا من نهار والليله وما كافي والو. يعني الله يكون في العون. وكارح عمل له غير 150 فرنك، وزيد الماء وزيد الضو وزيد 53 درهم بوطه وزيد كلشي غالي، كلشي جبد. ما بقى كيف هو هذا الوقت، فاش يعمل شي حاجه ما عايش جبار ما يزيد لا حوايج ولاد ولا ما صافي. بنادم دابا عايش مقرف هذا الدنيا،
اول موضوع اللي خدمته في الطنجاوي وجبرت الناس كامله كتهضر على هذا الغلاء الاسعار وكل شيء كيقول لي نهضر ما نقدرش نجوز ديك الناس كاملين نكتفيو بهاد الاصدقاء اللي دازوا معنا الله يملي فيها الخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.